ابننا صلاح دايما بيقف ودايما يساند ودايما يتكلم، انما يبدو وهذه ليست معلومه انه هو حاسس انه في تصويتات كثيره، في مشاكل كثيره، المغرب لم تقف معه. ولذلك أول بيان عاجل من الاتحاد المصري بشأن عدم تهنئة محمد صلاح للمنتخب المغربي. أخيرا صديق محمد صلاح الكرواتي ديال لوفرين يعلق على عدم تهنئة محمد صلاح للمغرب. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. شاهد ماذا قال مدرب المنتخب المغربي عن محمد صلاح بعد نهاية مباراة كرواتيا. فتحت تغريدة الصحفي المغربي عبد الصمد ناصر ضد اللاعب المصري محمد صلاح بسبب عدم تهنئته للمنتخب المغربي أو تشجيعه خلال مونديال قطر 2022، حديثا مطولا متباينا بين الجماهير العربية عن موقف الفرعون المصري وعقب تجاوز المغرب لمنتخب البرتغال وصعود للدوري قبل نهاية المونديال. غرد ناصر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: في حق منتخب المغرب بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه. خير ان شاء الله يا محمد، عسى المغرب ما زعلوك في شيء. في قناتنا استطلعنا آراء خبراء المجتمع المصريين حول سلوك محمد صلاح خلال هذا الفيديو. وتميل الدكتورة سامية خضر أستاذة الاجتماع بجامعة عين شمس المصرية إلى رأي الصحفي المغربي بأن اللاعب محمد صلاح كان يتعين عليه المباركة للمنتخب المغربي تماشيا مع اللياقة والذوق العام. وفي السياق ذاته ترى الدكتورة نوران فؤاد أستاذة علم الاجتماع السياسي في الجامعات المصرية إن لاعب محمد صلاح جانبه التوفيق في عدم تهنئة المنتخب المغربي في الوصول إلى الأدوار النهائية في المونديال، لا سيما أن الفرعون المصري بات مخضرما ولديه ثقافة تجعله يدرك أهمية دوره الرياضي والأدبي. أول بيان عاجل من الاتحاد المصري بشأن عدم تهنئة محمد صلاح إلى المنتخب المغربي. قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن كل من يهاجم مصر من العرب هم إخوان العرب الموجودين في الدول العربية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن الإخوان هم من يهاجمون محمد صلاح بجانب هجومهم على الإمارات والسعودية. وأوضح في تصريحات عبر برنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس اليوم الجمعة أنه لا يوجد أي شخص في أي دولة عربية يهاجم دولته، ولكن من يعلي صوت الفرقة والتهكم على الرياضيين هم الإخوان، وهم من يحاول المقارنات بين محمد صلاح ورياض محرز. يورغن كلوب يوضح: محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم والجميع يعلم ما هو مدى صدق كلامي. تحدث حسام حسن لاعب منتخب مصر السابق عن علاقته بجماهير الزمالك ورغبته في تدريب الفرعين، مشيرا إلى أن محمد صلاح فخر لمصر والوطن العربي. وأوضح حسام حسن في تصريحات لقناة الكأس عن إمكانية تدريب منتخب مصر: إذ أيقنت بفقدان الأمل، إذا الله ليس موجودا أستغفر الله، طالما الله موجود لن أفقد الأمل، لكن هناك بشرة، ولو الله أراد أن أتولى مسؤولية تدريب منتخب مصر سأفعلها رغما عنهما. لماذا تبحث عن تدريب منتخب مصر؟ المسؤولون ليس عليهم تحقيق رغبتي ولكن رغبة الجمهور المصري، وأريد أن أكون عند حسن ظنهم وحسن ظن بلدي بأن أضيف شيئا. متى تكون مدربا للأهلي؟ هذا الأمر يشرفني، فالأهلي مكاني وأتمنى أن أضيف له مثلما أتمنى أن أضيف لمنتخب مصر، لكن الأمر لا يتوقف عند تدريب الأحمر أو الفراعنة، ولكنه يتعلق بما أريد أن أقدمه. وبسؤالي: هل علاقتك مع جمهور الزمالك تغيرت للأسوأ؟ الأبيض بالنسبة إلي هو الجماهير، من أحسن فترات حياتي بعد الأهلي في الكرة والتدريب كانت في الزمالك ثم منتخب الأردن. أول تعليق عاجل من مالك نادي ليفربول ضد محمد صلاح بعد مباراة إيس ميلان: يتمنى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ولي واتكنز أن يتعلم إنهاء الهجمات في شباك الخصوم مثلما يفعل جناح ليفربول منتخب مصر محمد صلاح. وسجل محمد صلاح في الموسم الحالي مع ليفربول 14 هدفا في 21 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات المحلية والقارية، بينما سجل واتكنز 3 مرات فقط هذا الموسم. وأثنى واتكنز على محمد صلاح خلال حواره مع صحيفة ذا أتلتيك الأمريكية وقال: أريد أن أكون أكثر قسوة عندما تسنح لي فرصا للتسجيل أمام المنافسين.
أخيرا مسؤول اتحاد الكرة يوضح ما هو سبب عدم دعم الاتحاد المغربي لمحمد صلاح وعدم تهنئة صلاح لهم. يستعد محمد صلاح لاستئناف بطولة دوري أبطال أوروبا التي يعتلي فيها صدارة الهدافين بالشراكة مع النجم الفرنسي مبابي، وحرص العديد من الإعلاميين والشخصيات العامة وكذا الجماهير على دعم النجم المصري محمد صلاح في مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها بسبب عدم تهنئته للمغرب، حيث أكد الإعلامي محمد شبانة أن الزج باسم صلاح بشأن إنجاز منتخب المغرب قصة بيخة وليس لها معنى. وأضاف شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: محمد صلاح لاعب عربي ولديه مشاعر جيدة تجاه العرب، هناك نجوم كبيرة في الوطن العربي، لم تكتب أي تويتات أو بوستات للإشادة بمنتخب المغرب. شاهد متريكا يعلق على خروج المغرب وسبب ضياع منتخب مصر: أسهبت صحيفة ليفربول إيكو البريطانية في الإشادة بقائد منتخب مصر ونجم الريدز محمد صلاح، إذ وصفته بأسطورة العرب والجوهرة. وشارك محمد صلاح مع ليفربول في مواجهة ليون ضمن بطولة دبي الودية في إطار استعدادات الريدز لانطلاقة الموسم من جديد عقب نهاية كأس العالم. وسلطت الصحيفة الإنجليزية الضوء على استقبال الحافل من الجماهير العربية للنجم المصري محمد صلاح في إشارة إلى تأثيره الإيجابي على الشعوب ونفوس العرب. وقالت الصحيفة: لم يكن مفاجئا سماع ارتفاع أصوات الجماهير داخل استاد آل مكتوم مساء الأحد بمجرد دخول محمد صلاح للإحماء قبل المباراة. وأضافت: تلقى كل لاعب في فريق ليفربول هتافات صاخبة من حوالي 15 ألاف مشجع قبل مواجهة ليون، لكن الملك المصري كان صاحب الهتافات الأعلى والأكثر من الجماهير. وتابعت: بصفة صلاح صنع الحضارة في كرة القدم العربية، ليس من المبالغة الإشارة إلى نمو هو بطل لمئات الملايين. كليان امبابي يعلق على رفض محمد صلاح تهنئة صديقه أشرف حكيمي. قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق إن المنتخب المغربي سيتخطى عقبة فرنسا كما تخطى عقبة منتخبات كبيرة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وسيفوز بكأس العالم. وقال عبد العال في تصريحات أدلى بها في برنامج رياضي مصري: يجب على المغرب صنع تمثال للرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، لأنه أخذ قرارا جريئا بإقالة وحيد خليلوزيتش والاستعانة بركراكي. لو كان مدرب المغرب خليلوزيتش لما وصلوا لنصف نهائي كأس العالم. ما قدمه المغرب في مونديال 2022 يجعل مصر وتونس والجزائر يفكرون في تحقيق هذا الإنجاز. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم تهنئة محمد صلاح للمنتخب المغربي؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.